بسم الله، اهلا وسهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا وعليكم باذن الله. سلسله ولع النور وافهم ما بين السطور مقصود بيها ان احنا نولع النور اللي في دماغنا علشان نفهم الفروق اللغويه بين الكلمات اللي هي شبه بعض، سواء بالانجليش او شبه بعض في الترجمه بالعربي، لان كل كلمه بيكون لها استخدام بشكل معين مطلوب مننا احنا نفهمها عشان نظبط الانجليش عندنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان موضوع اللي تشوف في الامتحان نقدر نختار باذن الله الاختيار الصحيح. زائد ان اللغه الانجليزيه زي ما انتم عارفين بقت لغه تراكميه، انت بتمتحن في اللغه، فالكلام ده هيفرق معاك باذن الله السنه دي وكمان السنه الجايه. من غير ما نطول يلا بينا مع بعض ندخل على يونت 1 بارت 1. الكلام ده موجود عندنا في الملزمه ان شاء الله. بارت 1 موجود في صفحه رقم 9 و10 و11، بارت 2 موجود في صفحه رقم 21 و22. يلا بقى انزل اعمل داونلود للملزمه من اللينك اللي موجود في الديسكريبشن، اطبعها بقى براحتك او خليها على الموبايل او التابلت تحل معايا زي ما تحب. المهم انك انت تسمع الكلمات، تردد ورايا تحفظها، تفهم القواعد، تولع النور وتفهم ما بين السطور وتحل الاكسرسايز، وان شاء الله يكون التوفيق حليفي وحليفك. طيب اول حاجه عايزين نفرق بينها، ممكن تجي لي جمله فاعل سبجكت بعدها كلمه كوز يعني يسبب، مفعول بتاخد طول المصدر يبقى بيسبب حاجه المفعول. طيب ديت لو كانت كوز بمعنى فعل بمعنى يسبب. طيب كوز اوف كده ده كلمه السبب، ديت ناون طبعا، بيجي بعدها بقى وده المهم فيرب في اي ان جي. الفيرب اللي في اي ان جي يا شباب لو ما فيش قبله فيرب تو بي، ام از ار واز وير او اي حاجه من فيرب تو بي، ده مش بيبقى فعل، ده بيسمه جيرند، اسمه مشتق من الفعل. يعني ايه؟ اقول لك مثلا ريد يعني اقرا. طب لو انا قلت لك مثلا اي ام ريدنج انجلش، اللي هيسمعني هيفهم ان انا بقرا انجليزي دلوقتي. طب لو انا قلت لك ريدنج از ماي فيفورت هوبي، ريدنج جت اول الجمله يبقى كده اسم، كده معناها القراءه هي هوايتي المفضله. فكوز اوف بيجي وراها جيراند يعني اسمه مشتق من الفعل. طيب عايزين نفرق بين كلمه كوز بقى او كوز اوف ديت وبين كلمه ريزن فور. ريزن فور يعني السبب، بيجي وراها فيرب في ان جي اللي هو جيراند او اسم. ممكن كمان نقول ريزن واي يعني السبب لكذا، يجي بعديها فاعل ويجي بعديها فعل في المصدر. تعالوا ناخد مثال يوضح لنا. بيقول لي ذا كوز نقط The accident is still under investigation. ده cause يبقى ده كده هو بيتكلم ان ده اسم، سبب الحادثة هو لسه تحت التحقيق. ده cause of ولا with ولا to ولا in، طبعا هتبقى the cause of. ودي جه وراها هنا النون هنا هوت اللي هي كلمة accident هنا. الجملة اللي بعد كده the doctor explained the reason the patient's symptom، يعني الدكتور شرح السبب للمريض. للمريض يبقى for reason for، وبعد كده حطينا وراها الاسم او اسم مشتق منه فعل اللي هو جيراند. تعالوا بعد كده نفرق بين كلمه allow ديت وايه اللي بيحصل معاها وكلمه let. allow اصلا يعني يسمح لي، ممكن يجي لي فاعل اي فاعل ونحط allow على حسب زمن الجمله. بيجي بعد allow ديت حاجه من اتنين، يا اما مفعول وبعد كده طول مصدر، او يجي وراها جيراند اسمه مشتق من الفعل. ده لو في المبني للمعلومه يعني انا عارف مين الفاعل. طب لو الكلام مبني للمجهول هبدا بالاوبجكت اللي هو المفعول، بعد كده فيرب تو بي على حسب زمن الجمله، ام از ار واز او وير على حسب. التصريف الثالث هيبقى اللاوت، وبعد كده طول مصدر. الناحيه الثانيه كلمه ليت ديت بيجي قبلها فاعل بعد كده ليت الاوبجكت اللي هو المفعول وبعد كده الفعل في المصدر. مش فاهمين قوي، المثال بالانجلش وضح لك المعنى بالعربي. يلا نشوف. بيقول لك ذا سكول بوليسي يعني سياسه المدرسه doesn't allow students، does not allow، ادي allow هات وادي students، يبقى allow جه بعدها مفعول يبقى طول مصدر their phones during classes. يبقى سياسة المدرسة ما بتسمحش للطلاب ان يستخدموا، ان يستخدم يبقى to use their phones، مش هقول using ولا uses ولا use. ليه؟ عشان allow لو جه بعدها مفعول بناخد طول مصدر. الجملة اللي بعديها I wasn't sure، انا مش متأكد، if we were allowed، لو مسموح لينا، وير allowed يبقى الكلام هنا مبني للمجهول، هناخد طول مصدر. outside food into the movie theater so I asked the staff، انا مش متاكد بقى لو مسموح لينا ان احنا نعمل الكلام ده. if we were allowed بعد كده بيقول لي bring ان احنا نحضر، او to bring ولا bringing ولا brings، طبعا هتبقى to bring. he let his friends أدلته بعد كده مفعول هيجي بعدها مصدر على طول، his guitar for the weekend، بيقول لك borrows ولا borrowing ولا borrow ولا to borrow، يبقى طبعا هنا هنختار borrow لأن let بتحط الفعل في المصدر. كلام كده واضح؟ بإذن الله يكون واضح. ندخل على اللي بعده، ده يطير وندخل على اللي بعده.
طيب عايزين نفرق بين كلمة process والprocess، ناس كتير عارفة ان هي عملية، وكلمة operation ناس كتير برضو حافظة ان هي عملية، بس طبعا الوضع كله متغير هنا. process يعني عملية طبيعية او عملية تصنيع، عملية تصنيع الكيكة البيتزا، تصنيع اي حاجة. طب operation ديت يعني ديت عملية جراحية بقى بيعملها اكيد طبعا دكتور. ده نقط of making a cake، عملية تصنيع الكيك involves several steps، بتتضمن خطوات عديدة، ورقة وقلم يا ست الكل، including mixing the butter، انك انت تقلب السمنة، baking it وبعد كده تخبزها، and adding frosting وبعد كده تضيف بقى النكهة اللي انت عايزها. طيب هنا بقى هقول على العملية ديت بقى، operation يعني عملية جراحية ولا surgery عملية جراحية ولا process ولا implementation؟ implementation يعني تنفيذ، طبعا هنا عملية تصنيع الكيكة بتتضمن 1 2 3، يبقى هنا المفروض ان احنا نختار كلمة process. طيب بعد كده بيقول لك the medical was success and the patient is now recovering well، اكيد بقى العمليه الجراحيه نجحت والمريض بيتعافى دلوقتي، يبقى هنختار هنا كلمه operation. ندخل على بعض اللي بعده، عندي كلمه rise يعني فعل لازم، لازم يعني مش لازم يجي بعديه مفعول، بمعنى كلمه تشرق او يرتفع. اللي بعديها arise، ده فعل برضو لازم معناه ينشا او ينبثق. والله انا عارف ان انتم عارفين يعني ايه كلمه ينبثق اصلا باللغه العربيه، ينشا يعني، معظمنا مش كلكم. ريز ده فعل متعدي يا بيحتاج بعديه مفعول، معناه يرفع او يربي او يجمع مال. طب كلمه اروز ده فعل متعدي يعني يثير، يثير يعني شفت يقول لك يثير الشك، يعني يخليك تشك في الحاجه مثلا يعني. على سبيل المثال بيقول لنا ذا تشاريتي هوبس تو 5 مليون باوندز to build a new hospital for children، يعني الجمعية الخيرية ديت بتأمل ان هي تجمع 5 مليون جنيه عشان تعمل مستشفى. هقول بقى rise يعني تشرق او يرتفع، ولا arise يعني ينشأ، ولا arose يعني يثير الشك، ولا كلمة raise يعني rise اللي هي يجمع فلوس، طبعا هنا هيبقى يجمع فلوس. her strange behavior سلوكها الغريب نقط our suspicions، طبعا اكيد اثار الشك عندنا، يبقى هنا كلمه aroused our suspicions، اثار شكنا خلينا نشك فيها. ندخل نطير ديت في الاول، ندخل نشوف اللي بعده. ايه اللي بعده؟ بيقول لك encourage حد تو ان هو يعمل كذا، يشجع شخص ان هو ان يفعل كذا، وعكسها discourage from يمنعك انك تعمل كذا. على سبيل المثال my parents الوالدين always me to do ان افعل my utmost to achieve my goals، الوالدين عندي بيدفعوني او بيشجعوني ان انا اعمل اقصى حاجه عندي عشان احقق اهداف ان شاء الله. discourage ولا encourage ولا motivate ولا بي ان سي؟ طب motivate يعني ايه؟ يعني يحفز. encourage يعني ايه؟ يعني يشجع. الاثنين صح، يبقى اختار بي ان سي. طيب my parents always me from wasting my time، من ان انا ضيع وقتي. discourage ولا encourage ولا motivate؟ طبعا هتبقى discourage يعني يمنعوني ان انا ضيع وقتي، طبعا بياخدوا منك التليفون ويعملوا حوارات. اللي بعده كلمة athlete ديت ناون يعني اسم، بمعنى كلمة لاعب رياضي. طيب athletic ديت adjective صفة، بمعنى كلمة رياضي بتصف الاشخاص والاشياء. طيب athletics ديت الاخيرة ديت معناها العاب القوة، ديت بتعامل معاملة المفرد مع ان اخرها حرف الاس، يعني اقول athletics is عادي جدا. نشوف امثلة. the school had a strong note program، عندهم برنامج اكيد رياضي قوي، and encourage students to participate in sports، وبيشجعوا الطلبة ان هم يشاركوا في الرياضة. هقول بقى athletic ولا athlete ولا athletics ولا inactive يعني خامل كده ملوش في حاجة، طبعا هنا هتبقى athletic رياضي، برنامج رياضة عشان الناس تشارك فيه. تمام الجزء اللي بعده او الجملة اللي بعدها، ده نقط trained hard every day to prepare for the competition، الشخص الرياضي بقى بيتمرن كل يوم جامد علشان خاطر المنافسات اللي جاية، زي مثلا ابو صلاح وكريستيانو والناس المحترمة دي اللي واخد الحاجة. الشخص الرياضي بقى اللي هو هنا ايه؟ athlete اللي هي رقم بي. نطير ديت، شوف اللي جاي بعده، ادخل ما تخافش. عندي كلمة breath، ده النفس اللي احنا بنتنفسه، ده اسم طبعا، النفس نفسه اسمه breath. طيب يتنفس بقى breathe اخرها ايه؟ ده فعل. تعالى كده نشوف. the doctor told her to deeply and slowly to relax، اكيد الدكتور طلب منها ان تتنفس deeply بعمق وتسترخي. breathe ولا breathe
ولا ديث ولا بريث، طبعا هتبقى بريث، ده الفعل اللي هو هنا يتنفس. The doctor listened to his note with a stethoscope. سمع بقى لمين؟ اكيد للنفس، النفس اللي هو كلمة breath. ندخل على اللي بعده. عندي كلمة another وكلمة other وكلمة others، تعالوا نفرق بينهم. another بتساوي one more، يعني واحد كمان. ديت بيأتي بعدها اسم مفرد معدود، اسم مفرد معدود نعرف نعده، او بيجي بعدها اسم جمع مسبوق بعدد 3 او 4 ونحط بعد كده اسم الحاجة او يعني الاسم الجمع ده. طب كلمة other ديت، other دي معناها اخر، دي بيجي بعدها اسم جمع او اسم لا يعد، ونخلي بالنا ان يأتي بعدها اسم مفرد، لو جه بعدها اسم مفرد هو بيشير للمثنى. others الاخيرة ديت بتساوي other زائد اسم جمع، يعني غالبا يأتي بعدها اصلا فعل جمع، others يعني الاخرين. نشوف كده مثال، يقول لك if you don't trust the information here you can search on no outside. لو انت مش واثق في المعلومه اللي انا بقولها لك هنا على فيرست تشويس، على اختيارك الاول، ممكن تبحث في موقع اخر. كلمه سايت اولا هنا مفرد واكيد تعد، هقول هنا بقى ايه، others ولا another ولا other ولا the others، طبعا هنا another site. لو المعلومه اللي هنا انت مش واثق فيها ممكن تبحث في موقع اخر. طيب if you don't trust the information here you can search on sites. sites هنا كلمه جمع بقى، يبقى هناخد هنا معاها كلمة on other sites في مواقع أخرى يعني. يا رب تكون الجزئية ديت واضحة وسهلة، أكيد واضحة وسهلة إن شاء الله. طيب تعالوا نفرق بين الكلمتين دول، كلمة sign وكلمة signal. sign معناها لافتة اليافطة يعني، أو يوقع على عقد يمضي، وتمشي بمعنى كلمة إشارة أو علامة على بداية أو نهاية شيء، علامة لبداية أو نهاية شيء. طيب كلمة سيجنال ديت إشارة، تردد موجات، إشارة بقى بتاعت الشبكة مثلا، بتاعت التليفون بتاعك مثلا، تردد موجات بتاعت الريسيفر والكلام ده، يقول لك نو سيجنال، طبعا انت كده بتبقى مش شايف حاجة. إشارة علامة على بداية أو نهاية شيء. تعالوا نشوف بيفور ستارتنج ذا جوب، قبل ما تبدأ الوظيفة. يو نيد تو نو ذا كونتراكت، أنت محتاج تعمل الكونتراكت العقد، أكيد أنك أنت توقعه، يبقى ساين. كلمة ريزاين ديت يعني انك انت تستقيل، فطبعا ديت هتبقى اخر حاجة خالص، انك انت اللي بتمشي من الشغل. The old building had a note that read antiques for sale. يعني البيت ده البيت القديم ده عليه علامة antiques for sale، يعني الحاجات القديمة ديت موجودة للبيع. ساين ولا سيجنال ولا ريزاين ولا ديزاين، طبعا هتبقى ساين هنا معناها لافتة عليه، يافطة مكتوب عليها ان هو للبيع. نخلص من ديت ندخل على اللي بعده. بعده ده بارت 2، احنا قلنا ان بارت 2 موجود في صفحه 21 و22 لو ما كنتش قلت، عشان انا الصراحه بنسى. تعالوا نشوف. دول زي كده رضا بتاع احمد حلمي، الثلاثه زي بعض بالظبط، هيلسعوك دول. نركز بقى عشان ما نتلسعش. عندي كلمه لاي، ده فعل بمعنى كلمه يكذب. طب التصريف الثاني منها لايد، التصريف الثالث لايد. طيب شوف اللي بعديها كده، لاي هي نفس كل حاجة، معناها يركض أو يستلقي، أو كلمة تقع جغرافيا يعني مصر تقع مش عارفة فين، في أفريقيا والكلام ده. طب ديت الماضي منها لي، التصريف التالت لين، التصريف التاني والتالت مختلف تماما عن الأولانية. شوف التالتة كده، لي يعني يضع للبيض، إنه يبيض يعني. التصريف التاني ليد، التصريف التالت ليد برضه. ناخد بقى مثال ونركز نشوف الكلام ماضي ولا مضارع ومقصود بإيه، عشان نشوف أنهي فعل من دول اللي هنستخدمه. ده بيبي بوي، الولد الصغير، نقط on the floor and soon fell asleep. طيب on the floor يعني على الارض ماشي، وواد صغير اكيد، يبقى الواد الصغير رقد على الارض او نام على الارض. يرقد اللي هي كلمة lie، التصريف التاني ليه، التصريف التالت ليه. طب الكلام هنا بيقول لك نام على الارض، يبقى التصريف التاني هنا هختار كلمة ليه. يبقى انا لازم افهم جملة واشوف الاربع اختيارات عشان الدنيا تبقى معاشية معايا كويس باذن الله. نكمل. The bird has not two eggs in the nest. البيرد ده طائر، اكيد وضع بيضتين في النست. طب خلي بالنا يعني كلمة has او have بتحط وراها تصريف ثالث، يبقى يضع البيض وهحط التصريف الثالث اللي هي lay laid، التصريف الثالث laid، يبقى هختار هنا رقم C كلمة laid. امين امين. تعال بقى hear of يعني يسمع عن، بتساوي hear about يعني يسمع عن. طب كلمة hear from يتلقى اخبار عن، مثال I hear not your
بروموشن، بروموشن يعني الترقية بتاعتك. كونجراتوليشنز، ألف مبروك يا عم. أقول بقى I hear of your promotion ولا I hear about ولا from ولا A و B؟ طبعا A و B الاتنين ينفعوا، فالاختيار هنا هيبقى رقم D هو اللي صح. I haven't heard not him، ما سمعتش عنه أخبار in a long time، من فترة طويلة. I wonder how is he doing، هو عامل إيه دلوقتي يا ترى؟ فهقول طبعا هنا I hear from، هختار هنا كلمة from. ادخل على اللي بعد، طير ديت الأول، اللي بعده ادخل اتفضل. عندي كلمة mind يعني عقل، أنا كنت هشاور وأغلط. mind يعني عقل، فين العقل كده؟ مفيش حد عارفه فين، هو موجود أكيد يعني، وإلا كان زماننا مجانين كلنا، بس مفيش حد عارف مكانه. كلمة mind لو اسم بمعنى عقل، لو فعل بمعنى يومانا. brain بقى ده المخ، المكان الملموس، حاجة اللي هي هنا في الراس ديت، مخ. مثال reading books can help us stimulate the نقط and improve cognitive function، قراءة الكتب أكيد بتساعد إنك أنت تكبر العقل بتاعك وبتحسن الإدراك والوظائف الإدراكية بتاعتك. بتاعت إيه؟ بتاعت العقل أكيد. بيقول لي بقى finger يعني صباع، ولا brain المخ اللي هو الجهاز نفسه اللي هو الجزء الملموس، ولا mind العقل، ولا headache صداع. طبعا هنختار هنا كلمة mind. اللي بعد كده he suffered a نقط injury، هو بيعاني من إصابة أكيد في المخ بعد الشر. in the accident and had to undergo surgery، هو محتاج ان هو يعمل عمليه جراحيه، وطبعا بتبقى الحاجات دي دقيقه وصعبه جدا، ربنا يشفي كل مريض. فطبعا هنختار هنا هي سفر ذا برين انجيري، يعني اصابه هنا في المخ نفسه بقى. تعالوا بعد كده يا شباب نفرق بين كلمه بيرسويد وكلمه كونفنس. طيب بيرسويد يعني يقنع، بس يقنع ايه بقى؟ يقنع شخص بالقيام بشيء، عايز اقنعك انك تعمل حاجه معينه. طب كلمة convince ديت يقنع برضو، بس يقنع شخص بصحة شيء معين. عايز اقول لك بقى ان القناة ديت هنا كده، فاهم؟ لو انا عايز اقنعك انك تتابع القناه، يبقى كده I persuade you to follow or to subscribe in this channel. convince انا عايز اقنعك بصحه بقى وجهه نظري. مثال بيقول لك the doctor tried to not ديجا that smoking was bad habit for her health. الدكتور هنا بيحاول يقنع ديجا ان السموكينج، ان التدخين ده عاده سيئه بالنسبه لصحتها. يبقى هنا try to convince ولا persuade ولا suicide، suicide يعني ينتحر، ولا claim يعني يدعي. طبعا يبقى هنا try to convince، يقنعها بصحة فكرة ان التدخين ده مضر. طيب عندي the doctor tried to not Deja to quit smoking، هو هنا عايز بقى يقنعها ان هي تبطل تدخين. quit يعني تبطل او يعني تقلع عن الشيء، يبقى هنا persuade. طير ديت وادخل على اللي بعديها، اللي بعده اتفضل. عندي كلمة post ديت تمشي فيرب او ناون بمعنى يعزز او كلمة تعزيز، وكلمة post يعني يتباهى او يتفاخر. الفرق هنا حرف الاي بس بدل الاو. تعالوا نشوف كده مثال it's not polite to about your accomplishments in front of others. انزل بالترجمة عناية. it's not polite يعني مش ده شيء مش مؤدب يعني، او مش من الادب انك انت تعمل ايه about your accomplishment، بانجازاتك بقى قدام الاخرين بقى، تقعد بقى تتباهى بقى وتتفاخر والكلام ده. protest يعني تحتاج، ولا post يعني يعزز، ولا post اللي هو على البوست اللي انت بتعمله بقى على الفيسبوك او ايا كان، ولا post طبعا ان هو طبعا شيء مش كويس ان الواحد يتفاخر ويتباهى بحاجه ربنا اداها له مثلا، يعني الواحد المفروض يكون متواضع. المثال الثاني eating a healthy diet، انك انت تاكل اكل صحي بقى، can not your immune system، immune system اللي هو نظام المناعه بتاعنا. يبقى هنا eating a healthy diet can boost يعني يعزز نظام المناعه بتاعك، يخلي صحتك احسن اكيد. عندي بعد كده كلمه organ، ناس كتير عارفه ان هي عضو، وكلمه member ناس كتير حافظاها ان هي عضو، بس في فرق كبير. organ ده عضو من اعضاء الجسم، دراع مخ عين، عضو من اعضاء الجسم. طب كلمه member ده عضو او فرد في مجموعه بقى، طبعا هنا المعنى كله مختلف. مثال the heart is an نقط that pumps blood through the body، القلب ده اكيد عضو بيضخ الدم، يضخ الدم في الجسم كله. هقول بقى organic يعني عضوي، ولا organ، ولا organ، ولا member. طبعا الاجابه هتبقى كلمه organ، ده عضو في الجسم. بعد كده اقول نقط of the team must attend the training، كل اعضاء التيم لازم يحضروا قصدي لازم يحضروا التدريب. يبقى هنا طبعا members. طير وادخل على اللي بعد. عندي كلمه advertisement ده يعني اعلان بس عن منتج او افتتاح او وظيفه. وعندي كلمه announcement، announcement ده بيان او اعلان عن اذاعه خبر او تصريح. تعالوا نشوف امثله.
The company placed an ad in the newspaper to promote their new products. شركة عملت منتج معين بتعمل له إعلان في الجرايد علشان خاطر تبيع كتير. هنقول بقى management يعني إدارة، ولا retirement تقاعد، ولا advertisement، ولا announcement. طبعا advertisement اللي هو الإعلان اللي بقى موجود في الجرايد علشان تبيع المنتج بتاعها. طيب the company made an الكمباني عملت ايه بقى about their plans to expand. اكيد عملت اذاعة خبر او تصريح عن ان هي بتعمل خطط عشان تطور نفسها، فهنقول هنا announcement. فعلى حسب سياق الكلام بنختار الكلمة ديت ولا الكلمة التانية. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية شرح الوحدة ديت. اتمنى من ربنا يكون وفقني وقدرت ابسط لكم المعلومة بشكل كويس وتكون استفدتوا باي حاجة. ما تنسوش بقى تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، كلمات قواعد ولا نروف ما بين السطور، وان كنتوا تحلوا الاكسرسايز. واستنونا بقى في الحلقات اللي جاية، واتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير. السلام عليكم.